الوقت الحالي احنا بدأنا كابتن شناوي حارس مرمى الحارس الأول، وأنا حظي كويس جدا أنا عندي حارس شاب، يعني بالنسبة لي 30 سنة محمد الشناوي ده حارس شاب صغير، الحراس بيقعدوا لفترة طويلة وعمل كأس عالم رائع، ويكون عندي نمرة 2 حارس زي كابتن شريف إكرامي بخبرته الكبيرة وشخصيته المؤثرة على اللاعبين والكاريزما بتاعته، وأنا عارف دايما إن ممكن في أي وقت يعني بيقدر يساعد اللاعبين، يعني بيتكلم مع اللعيبه مع خصوصا مع احمد الشناوي ويفيده، ولو في مثلا حصل وقت من الاوقات ان الشناوي مش موجود وحاضر معايا بعرف ان لعيب زي شريف اكرامي لعيب استثنائي، فحاجه زي كده تسعدني جدا. انا شفت شريف اكرامي لما جات له فرصه اللعب عمل مباراتين كبار جدا. فالوقت الحالي محمد الشناوي الحارس نمره واحد، وواحد انا عندي حارس انا عندي ثقه كبيره فيه، لكن برضو عندي ثقه كبيره جدا في شريف اكرامي، وعنده خبره اكبر وسنه اكبر، وعارف ان في اي وقت ممكن اعتمد عليه، وده برضو يخليني اتكلم عن علي لوتفي حارس يعني اكثر شبابا لكن بيشتغل جامد على نفسه، بيتمرن كويس وبيحسن من ادائه، هو طبعا صعب بالنسبه له لان هو طبعا طبعا لو في اي نادي تاني كان زمان بيلعب اساسي، لكن هو طبعا في اثنين حراس كبار معاه. المشكله اللي عايز اقولها طبعا المشكله الايجابيه في الانديه اللي ما يكون عندهم تبقى مشكله، بس في حاجه ايجابيه يكون عندهم حراس كبيره، وانا سعيد جدا يكون عندي حراس ثلاث حراس مستوى رائع زي الحراس بتوعي. المنافسه مش في حراسه المرمى بس، لكن كمان في خط الهجوم في منافسه. وليد ازارو واحد من المهاجمين المميزين جدا، ولكن في المباراة الأخيرة ممكن يكون بيلعب لنفسه شوية زي ما وصفته بعد التقرير، أو بيضيع بعض الكرات السهلة. هل ده من المنافسة ومن وجود لعيبة منافسة أخرى، ولا من ضغط المباراة، ولا بتفسره إزاي؟ ما اعتقدش، يعني زي ما قلت في المقدمه في الاول، اللعيبه الهجوميه بتاعتي بتشتغل بالثقه، في ساعات كمهاجمين بتجيب اهداف كتيره، ده بيحصل، وفي اوقات ما بتبقاش وقتك، بتبقى الدقيقه اصعب واوقات صعبه بالنسبه لك. لكن طبعا احنا عارفين كل المهاجمين بيبقوا انانيين، كل مهاجم لازم اناني وكل تفكيره يجيب اهداف يحرز اهداف. ساعات مرات تاني لازم نقرص لهم او ودنهم لما يعملوا خطا، بس ما اقدرش الوم على مهاجم ان هو بيحاول، وسواء مروان او وليد ازارو كلهم عايزين يجيبوا اهداف، ودي الاولويه بالنسبه لهم، وده وجودهم في الملعب عشان ده. وبكرر مره ثانيه المفروض نفكر بشكل جماعي، ولو في مهاجم بيضيع جون ما اقدرش الومه لوحده، بلوم الفرقه كلها، وما اقدرش اقول لهم عندي مسؤوليه ثقه. يعني في لعيبه عندي وقت ما جيت الموسم اللي كنت فيه كان لوسون برادا، وكان في لعيبه فعاله ومؤثره للفريق وانا اعتمدت عليهم، وانا اعتقد هم ما خذلونيش، وانا برضه بقول ان الاداء الهجومي بيعتمد على الاداء الجماعي للفريق، ما اقدرش احاسب واحد لوحده. اكيد في لعيبه افتقدتهم زي اجاييه، لعيب مميز جدا ولكن الاصابه حرمته الاخيره، وليد سليمان لاعب من اللعيبه المميزه جدا لكن برضه الاصابه بتحرمك منه. بالنسبه لجونيور اجاي طبعا ان حاجه محزنه، لان كانت اصابه قاسيه جدا لما ركبته، يعني فقد توازن في كوره في لعبه ثابته، وللاسف هو لعيب موهوب خسرناه. بالنسبه لوليد سليمان اعتقد هو يعني فعليا هيكون يعني جاهز، هو جاهز دلوقتي يرجع معايا التمرينات، هيكون جاهز المباراه الجايه. في المباراة الأخيرة أنا حبيت أقول إن هو قبل المباراة جه كلمني بروحك عالية، وهو قال لي إن هو جاهز 100% وطلب إن هو يشارك، وعرض نفسه إن هو يكون موجود لو أنا كنت مش عايز ألعبه. هو قال لي أنا أفضل، قلت له قال لي أنا جاهز يا كابتن، قلت له أنا أفضل أريحك يا وليد علشان المباراة الأهم، المباريات الأهم جاية بعد كده، وأفضل ما أخسركش بعد كده. وليد لعيب محترف، وأنا عارف إن هيكون جاهز الفترة الجاية علشان يدينا خبرته الكبيرة ويصنع الفارق في الملعب. اكيد اتكلمنا على الجهاز واتكلمنا على اللعيبه، وانت بتكلمني على الجهاز المعاون قلت لي انا